اكو ممثله باحد الاعمال اجتي بوجهك قالت لك فتشي درجه انه صدمك، تذكرين هذا الشيء؟ اجتي تتعارك يعني بين قوسين. شلون ما ادري؟ بمسرحيه مؤخرا او بدائره السينما والمسرح قالوا لي اجتي عليك انه كان عندها خلاف معين او سامعه شيء معين فاجتي قالتها بوجهك. يعني هي باوع قلت لك انا هاي عانيت كلش هوايه من عندها. يعني احيانا شوف انت احيانا تتصرف بلطف برقويه المقابل تحاول ان تحتوي بقدر الامكان. بس لما نشوف هذا الانسان ما عارف طريقه مالتك المؤدبه بالطرح او طريقه بانه تحتوي، لا هذا انتهى حتفاصل نقطه على السطر. فتره من الفترات صار مقاطعه من المخرجين والمنتجين والكتاب البتو العزيز بسبب الرفض المستمر للادوار. ليش ترفضين هوايه ادوار؟ يعني اني اولا اني يعني جدا جدا انتقائيه وايضا مزاجيه. يعني احب الدور انه اعشقه، يعني اني حابته مستمتعه به، لانه من اجي امثل اني ما محتاجه ماديا، اني محتاجه انه امتع روحي وامتع المشاهد واقدم له ابداع. اكو عمل ندمتي لانك رفضتي من طلع حسيتي حلو؟ لا لا، يعني خياراتك صح. خياراتي صح جدا. مسلسل القناص كان خيارك صح؟ هو لا، هو مو بس القناص، هواي عندي مسلسلات خياراتي كانت تواصل استمراريه. انا تدري القناص ما كاتبته ضمن القائمه؟ ناسيته؟ انت ذكرتني به؟ اي قائمه؟ عندي كذا مسلسل ارشيف مسويه؟ يعني دا استذكر المسلسلات اللي انا اصلا مو بالي. فمن ضمن هالسلسله تقول لي القناص، انا القناص ما كاتبته. ليش؟ ما تحبي؟ ما اجى ببالي نهائي. انا الاشياء اللي امثلها بدون ما يذكر. رغم انه يعني لهالدرجه انتقائيه لكن تفوتك احيانا. هي مو تفوتني، هي مو تفوتني، وانما يعني انت ممثل ايضا لازم عندك استمراريه، ايضا عندك تواصل. يعني انت محتاج انه طلع طاقتك، هذه الطاقة ما تبقى مجمدة لسنين. عود يجيك عمل كل 7-8 سنين، هذه مو حالة، مو صحيحة. شنو معايير الاختيار عندك؟ يعني مثلا المخرج والكاست لو الكتابة شوف النص؟ شوف دورات انت ايش قد ما تكون منتقي، احيانا ما يطلع لك العمل بالشكل اللي انت متصوره. التنفيذ يكون غلط. يعني شوف انا اشتركت بعمل يعني انا كلش حبيته في وقته والحدث ثاني ما شايفته، طبعا اتمنى انه اشوفه. الطوفان ثانية. شخصية من أروع ما يكون، هي 18 حلقة لكنه مختلفة. اللي تروح مستشفى مجانين؟ مختلفة تماما، يعني طرح جديد بصورة مختلفة. أنا بالنسبة لي كلش حبيته للدور. زين، وشنو الخلل بي؟ الخلل ما تنفذ صح. موتي ما شفتي شلون؟ مع العلم لا، يعني شفت الحلقات الأولى من عنده بس ما تابعته كله. بس قصدي العمل يعني مكتوب بشكل روعة كان.